واحد حب واحدة قال لها عمري ما سيبك، لفت الأيام وباعها وقال لها عادي نصيبك. وبعد ما الموضوع دبحها وبعد ما فاقت لروحها وهدت الأيام جروحها، صدفة لما جه قصادها نسيت اللي عملوا فيها وسامحته قبل ما حد يجي ويسلم عليها، سامحته قبل ما حد يجي ويسلم عليها. انت ما بتضحكش ليه؟ دي نكتة بايخة ولا ايه؟ انا حتى واخدة الفكرة منك، عادي من تاني اقولك، يمكن لما اقولها تاني الموضوع تضحك عليه. طب اسمعني بقى،